البطة المخيفة. هل يمكننا العودة؟ هاي، أنت الذي يحب الطبيعة. نعم، لكن الطريق ممهد، ليس تحدياً للخط الذي هزم الكراكن العجيب الذي حرر النعاقة المخيفة الذي هزم الآلي الشرير. أنا مقاتل قبيلة هايلاند الذي لا يخاف. لا لا لا، إنه هل هو خلف البطة؟ لا، إنه هو البطة. تسمعهما؟ أيتها البطة، لا تنادي هذه البطة، إنني أعرفه منذ سنوات طويلة. هناك بط شرير. إنه البط، يا له من كائنات لطيفة. لما لا تلقي التحية يا جوردون؟ أهلا بطوط. وبعد هذا مباشرة، ثم انتهيت. استمتعت يا بطوط. والعزيزة مدام كرامدلي عبست وجهها، حطمت قلبي، خزلت العجوز اللطيفة لأن بطة ضربتني. هذه أفضل قصة مخيفة عن بطة صغيرة سمعتها. أفضل من قصتي؟ هذه ليست مزحة، فلقد نظرت إلي نظرة خجل. أو تقلص معوي. ماذا؟ تقلص معوي، مغص في المعدة بسبب الأبخرة مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والهيدروجين. تقلص معوي. كانت ترى أنني عار، لم أتمكن من هزيمة بطة. أنصت إلي، لن أترك شقيقي يخاف من كائن كهذا يأكل طعالب أو بطة. أرجوك، لن أواجهه. اذهب إلى هناك. هل فاتني أي شيء؟ لا. هل تريد عنق السمندل؟ إنه ودود ليس مقاتل. أمر مؤسف. سيواجه الأمر، لا أحد يقاوم سحر أغنية مستر بليك التشجيعية والرقصة المصاحبة لها. انتصرت على عقدة البط، فهيا هيا 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 ها. هل أنت بخير يا جوردون؟ أنا بخير، ابتعد. أخذ البطوط رغبة جوردون في الحياة. أبداً، هذه مهمتي. جوردون، يا لك من جبان رديد، تخطى هذا الأمر. لا أستطيع مواجهة خجلي. قاتل هذا البطوط كما يفعل البط والقطط في الغابة. منقار لأنف، قدم لقدم، ريش لفراء. أنت بطوط في الحلقة. لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع أن أفعله. هل فاتني شيء ما؟ سيدة كرامدلي،
لو كنت رأيت الكائنات التي واجهتها في غيابك لكنت فخورة بي. أكرهك أيها البطوط والخوف الذي تبثه فيه. لا لا، يجب أن أهرب قبل أن يعثر علي. خذ أطربة الملاءات والنزول من فكرت أنك ستهرب، فقررنا نقل المباراة والحلقة والجمهور. عدد لا بأس به. أهلا. هذه الحركات التمثيلية لا تخيفنا. بل تخيفني. وفر، أين دلو البصق؟ ليس جاهزا. في إمكانك أن تفعلها يا جوردون. واجه هذا الطائر ولا تخف. جوردون، أنت الذي هزمت الكراكن العجيب. حقا؟ أنت مثل الأعلى. حقا؟ حسناً، كنت أعني أنني أقف هنا وأنت تقف فوق. أصمت، لقد نجحت. أيها الحكم، لنبدأ المباراة. آسف، أنا مشغول. أرجوك، كفى كفى كفى. لم تبدأ المباراة بعد. قل لنفسك إنه بطوط، إنه بطوط، إنه بطوط، إنه بطوط، إنه بطوط، إنه. يا إنه ينهزم بشدة. هذا هو ما فاتني. إنه بطوط شرير. جوردون، هل تسمعني؟ أعتقد أن هذا ما. جوردون، أفق يا فتى. أنا أعرف، أنت عصرت على عقدتي البط، فهيا هيا هيا. ماذا فعلنا؟ جوردون، آسف، كنت أعتقد أننا نساعدك، نريد إلغاء المباراة. ماذا؟ جوردون، افعل شيئا. لا أستطيع. سيدة كرامتلي، أنا آسف، لا أستطيع حتى الدفاع عن شقيقي، خذلتك مجددا. جوردون، لم تخذلني أبدا، لا أكن لك إلا كل الحب. لكن قبل سنوات نظرت إلي نظرة. بسبب تقلص المعاوي. قلت لك. تعنينا أنا لم أخذلك من قبل؟ أبدا، أريدك الآن أن تسدي لي خدمة. قم لهذا البطوط وأره حقيقتك كقط شجاع. بطوط، معركتك معي وليست مع شقيقي. أيها الطائر المزعج، لن تجعلني أشعر بالخجل ثانية. أنا جوردون كويد من قبيلة هايلاند كويد. دق عذابي. لا أعرف إذا
كنت تسمعينني يا سيدة كرامدري. نجحت، نجحت من أجلك، من أجل شقيقي، ومن أجل كل قط في العالم شك في شجاعته. الحرية، حر. انتظروا، أين تذهبون؟ نجحت، واجهت مخاوفي ونجحت، ألم تروا؟ هذا لا يهم، لقد هزمت بطوط. انتصرت على عقدة البط، فهيا هيا 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 هيا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.